السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج نانو كاد، ومن البرامج المنافسه للاوتوكاد. هم كلهم سلسله مع بعض، كلهم كاد كمبيوتر اي ديزاين او كمبيوتر اي درافتسمان، وان شاء الله هتلاقيه سهل جدا لو انت شغال على الاوتوكاد، لان هم كلهم بيبقوا نفس الطريقه. اول حاجه هقول له جيت ستارت. زي ما انت شايف هنا ده الموديل اهو، هو من بيعمل فحص لكارت الشاشة لأن أول مرة. طيب هتلاقي عندك هنا الموديل وهنا الشتات بالشكل دوت، مقاس A1 و A2 و A3 و A4 كلهم جاهزين بالشكل دوت. هتلاقي هنا الخصائص بتاعة البروبرتس، أي حاجة هتعمل عليها سيلكت يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. هنا هتلاقي الأدوات بتاعة الرسم، وليكن مثلا هتلاقي هنا مثلا عايز ترسم ريكتانجل بالشكل دوت، هقول له مثلا عايز ارسم 100 تاب، خلاص هو ثبت ال 100 دي، هقول له 100 كمان فيروح رسم لي المستطيل بالشكل دوت. طيب عايز ارسم مثلا ريكتانجل، تمام هترسم ريكتانجل مثلا في منتصف الخط بين ده ودوت. طبعا انت عندك الاوبجكتس سناب اهيت، هتلاقي فيها حاجات كتير جدا زي الاند بوينت الميد بوينت، عايز مثلا سنتر بتاع الدايره، عايز البربنديكولر الحاجه العمودي زي ما انت عايز. طيب هقول له دلوقتي انا عايز ارسم مثلا سيركل، طيب عايز اقول له مثلا الميد بوينت، فهقول ادوس شيفت واروح قايل له الميد بوينت واختار الميد بوينت، تمام. ممكن تيجي تعمل هنا في الانترسكشن تطلع معايا بالشكل دوت، ممكن ترسم مثلا خط تاني بالشكل دوت. ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نرسم دايره مثلا من هنا لهنا، ممكن تستخدم مثلا امر زي امر تريم مثلا، زي ما انت شايف كل الاوامر موجوده اهيت، اللي هي موف روتيت كوبي تريم، عايز تعمل ميرور كلها موجوده، تمام اهو. قطعت الجزء دوت، تمام، وتقدر مثلا تقول انا عايز اقطع الجزء دوت. ممكن تقول له مثلا عايز اخد الاثنين دول، مثلا عايز اقول له انا عايز استخدم امر array، فتقدر تكتب كلمة array، وممكن تعمله rectangle او تقول له بولر، وتحب نقطة السنتر بتاعتك هنقول له مثلا انا عايز سنتر بتاعت ديت اهي، عايز يكون واحدة مثلا 4، اوكي، فيبدأ يعملهم لنا بالشكل دوت. فتقدر ترسم اشكال كتيرة بسهولة زي ما تشايف. طبعا هتلاقي عندك هنا الامر خاصة بهوم زي دروم ديفاي، هتلاقي موضوع الليرات موجودة هي، تقدر تعمل لير جديد، تقدر تغير لون اللير نفسها، هتلاقي كل الحاجات اللي على اللير اختلفت لان هي كانت باي لاير، تقدر تضيف لاير جديده وتسميها اي اسم انت عايزه. تقدر تدخل في درو، هتلاقي الاوامر بتاعت الدرو، انسيرت لو عايز تعمل انسيرت لاي صوره لاي ملف انت عايزه، انوتيت لو انت عايز تعمل مثلا دايمنشن، البراماتيك اللي هي انك تخلي مثلا حاجتين واخدين مثلا قاعده معينه، زي الاثنين يكونوا عمودين لبعض او الاثنين يكونوا موازين لبعض وهكذا. الادوات ان انت ترسم حاجات 3D، الاوامر الخاصة بالفيو والفيو بورت، وال انت تشوفها في 3D او تشوفها في الاوربت، اوامر مانج لو تبوت لو انت عايز تطبع عايز تصدر، الاوامر الخاصة بالراستر والصور والامج، البوينت كلاود لو عندك مشروع فيه بوينت كلاود. فبرنامج سهل ولذيذ وارخص من الاوتوكاد، يظهر من البدايل، وانت تقدر تشوف هل ده اللي انت محتاجه ولا انت محتاج الامكانيات الضخمه بتاعه الاوتوكاد، فاضطر ان انت تشتريه بالسعر بتاع الاوتوكاد.